أزمة منتظرة بين الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية والمنتخبات الإفريقية بعد قرار الفيفا. الاتحاد الدولي أعلن موعد مونديال الأندية في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير، ولم يتدارك فيفا مواعيد كأس أمم إفريقيا 2021 والتي تنتهي في 9 فبراير، وهذا ما سيتداخل في مواعيد كأس العالم للأندية. بالتأكيد الأهلي هو أكثر الأندية تأثيرا من هذا القرار، وفقا للقائمة الحالية لبطولة كأس العرب المشارك بها منتخب مصر، هناك 6 لاعبين: محمد الشناوي، أكرم توفيق، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف، وربما هناك آخرون سيكون لهم دور في الكاميرون، بالإضافة لأليو ديانج مع مالي وعلي معلول في تونس. ولكن ليس الأهلي فقط، هناك 3 أندية أخرى في كأس العالم للأندية ستتضرر من هذا القرار. أبرز هؤلاء تشيلسي الإنجليزي. البلوز سيفقد أدوارد مندي حارسه السنغالي وصانع ألعابه المغربي حكيم زياش، لكن توماس توخيل أكد بشكل رسمي أنه حتى لو تأهل أحدهما إلى النهائي. كذلك الهلال السعودي الذي سيفتقد لجهود نجمه موسى ماريجا في حالة انضمامه الذي لم يحدث منذ أمم إفريقيا 2019 في مصر. الجزيرة الإماراتي أيضا ضمن الأندية المتضررة، وقد يفقد بطل الإمارات الثنائي عمر تروري وعبدالله ديابي إذا تم استدعاؤهما لقائمة منتخب مالي. إذن ليس الأهلي فقط المتضرر، قرار إنفانتينو أربك الجميع. لبنان ضربت بداية الفراعنة مع كروش من أجل حلم كأس العرب. جماهير الكرة المصرية تحلم بضربة بداية قوية للمنتخب الأول في مواجهته المرتقبة أمام لبنان في مستهل مشواره ببطولة كأس العرب في قطر من أجل التتويج باللقب الثاني في التاريخ والغائب منذ 29 عاما بعد اللقب الأول عام 1992 في سوريا. منتخب مصر يدخل البطولة في المجموعة الرابعة مع منتخبات الجزائر بطل إفريقيا ولبنان والسودان، ولن تكون المهمة سهلة للفراعنة من أجل التأهل للدور الثاني. البرتغالي كارلوس كروش مدرب مصر يأمل في انطلاقة قوية بالبطولة والتتويج بأول ألقابه مع الفراعنة قبل التحديات القوية المتمثلة في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون والمرحلة الفاصلة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022. كيروش اختار عددا من الوجوه الجديدة في قائمة المنتخب، أبرزهم محمد عبد المنعم ومروان داود وأسامة فيصل وحسين فيصل وأحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد ومحمود جاد، بينما ضمت القائمة محترف وحيد هو أحمد حجازي نجم اتحاد جدة السعودي بعد إصابة إمام عاشور بفيروس كورونا. تشكيلة مصر المتوقعة للقاء لبنان قد تشهد ظهور أحمد رفعت في ظل غياب المحترفين ولاعبي بيراميدز والمصري بورسعيدي. قائمة لبنان لكأس العرب التي اختارها تشيكي إيفان هاسك المدير الفني شهدت تواجد 4 محترفين، وهم روبير جورج ملكي ونادر مطر ومحمد علي الدهيني وربيع عطايا. وخلت القائمة من 5 محترفين آخرين كانوا يستدعون بشكل دائم لكل المباريات في الفترة الأخيرة خصوصا التصفيات المونديالية، وهم حسن سوني سعد وعمر شعبان بوجيل وجوان العمري وباسل جرادي الذين سيغيبون عن كأس العرب لارتباطهم مع أنديتهم في البطولات المحلية التي ينشطون بها في الخارج. الفراعنة يأملون في انطلاقة قوية في كأس العرب في ظل تواجد العديد من المنتخبات القوية والنجوم البارزين في كل الفرق، فهل يحقق كيروش هدفه باللقب الأول مع منتخب مصر؟